مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات مدارس مودرن فيوتشر. النهاردة هنتكلم عن جزئية في التمارين. الحاجة اللي أنا ببدأ بيها التمرين اللي هي الإطالات أو استريتشنج. هتكلم في الأول يعني إيه مفهوم الاستريتشنج. الاستريتشنج ده اللي هو معناه مطاطية العضلة. يعني إيه مطاطية العضلة؟ العضلة دايما بتبقى واخدة شكل معين، سواء شكل بيضاوي أو شكل أو شكل طولي أو شكل عرضي أو شكل دائري، أي شكل أيا كان للعضلة. فالعضلة دايما كمان بتبقى في حالة انقباض، العضلة في وضعيتها الطبيعية بتبقى منقبضة. أنا بتمارين الإطالات ديت الاسترتشات أنا بحاول إن أنا أفرد العضلة علشان ما تجيش تتفرد مني مرة واحدة وتحصل الإصابة. الإصابات الناتجة عن إن العضلة بتتفرد مرة واحدة بشكل غير طبيعي بيحصل عنها تمزقات في الألياف العضلية. هنشرح الكلام ده بالتفصيل، بس هنهتم دلوقتي هنركز دلوقتي في الإطالات، وهنركز على إطالات الطرف العلوي. هتكلم الأول إطالات الطرف العلوي. ببدأ بتمرين الرقبة. بعمل التمرين بجيب رقبتي للجنب لمدة 10 ثواني، نفس الكلام الناحية التانية لمدة 10 ثواني. بعد كده ببدأ الطرف العلوي، ببدأ بذراعين بجيب إيديا كده لقدام لمدة 10 ثواني. دي إطالة للكتف. الناحية التانية كمان لمدة 10 ثواني. بعد كده بجيب ايديا كده، بمسك كف ايدي وانزله لتحت، بفرد ايديا. الاطاله دي لعضله البايسبس لمده 10 ثواني. الناحيه الثانيه كمان، كل عضله لازم بعمل العضله والمقابل بتاعها، بعمل يمين وشمال. كمان بعمل عضله الترايسبس، برفع ايديا الاثنين، برفع ايدي لفوق جامد. بعد كده بنزلها ورا راسي وبسحب كوعي لتحت، بسحب كوعي لتحت لمده 10 ثواني. بعمل العكس كمان. في كمان ممكن اعمل تمارين مرونه للكتف وانا بعمل اطالات. بعمل مرونه للكتفي، بعمل دوائر اماميه لمده 10 ثواني كمان. كمان دوائر خلفيه. ممكن اعمل التمرين ده لقدام. للجنبين. كل التمارين دي بتعمل لي مرونه لمفصل الكتف، تمارين مفيده جدا لجسمي. بعد كده هعمل اميل جسمي للجنب، هضغط على راسي وانزل لجنبي، بعمل اطاله للجنب اليمين. بعد كده بعكس، بعمل اطاله للجنب الشمال. 10 عدات. بعد كده بعمل اطاله للظهر، بعمل اطاله للظهر، بنزل ممكن امسك في اي حاجه قدامي لمدة 10 ثواني، بفرد ضهري. دي اطالات بسيطة جدا للطرف العلوي من الجسم. هنتكلم برضو في فيديو تاني ان شاء الله عن اطالات الطرف السفلي، ودي حاجة بسيطة جدا سهلة جدا اقدر اعملها في البيت وفي اي وقت كمان، وحاجة مفيدة جدا كمان لجسمي، وبتقوي لي كمان الطرف العلوي وبتحسن من شكل جسمي، تديني كمان بحس بثقة بنفسي جدا بعد ما بخلص التمارين ديت. حاجات بسيطة جدا أتمنى كلنا نعملها، وشكرا ليكم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق.